ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، مرمون بالظروف. واللعبة واضحة باختصار، بين الكبار وبين الصغار، في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر، دغري ومشينا على عمى، واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بيتحذر كل ما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار، بين الكبار وبين الصغار، في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. اي حاجة عملتها كنت بتاخد تمنها، زيك زي الغريب. يعني سي رامز هيطلق من سكات ولا هيقرفنا؟ وبعدين يا رشا معاكي في ايه؟ احنا اولاد اصول برضو يا رشا، واذا كان حصل اي خلاف بينهم ما قدروش يكملوا، زي ما دخلنا بالمعروف هنخرج بالمعروف. يرجع بقى ولا ما يرجعش؟ خلاص ما بقتش فرق. يلا قومي يا حبيبتي، قومي عشان اديكي الدواء. عندك حق، أنا فعلاً كنت زي الكلب، بس الكلب الوافي صعب. سبت الدنيا كلها وفضلت إني أعيش جنبك أنت. خلاص يا هبه،
رامز هيطلقك، ورقتك هتوصلك لغايه عندك، كل حقوقك محفوظه بالاصول. وايا كان اللي حصل يعني ما توصلش لكده. ماهر طيب وجدع وشاوي هيرجع ان شاء الله، ساعة الشيطان وهتعدي. نزلني وقف على جنب، رجعني على البيت. بقول لك ايه؟ الموضوع ده بقى مش بمزاجك. انت فاهمه؟ انت كلمتيني وانا جيت. تبقى المقابله كلها قد بمزاجي. انت صح وانا كنت غلط. يعني هنرجع نعيش مطرح ما كنا. هنعيش في هدوء. لان كل الخطر اللي حوالينا ده ما يخصناش. مش انا. مش براد الحاوي اللي بيلعب العفاريت تيجي حتة عيلة زي دي تلعب بيا. طب قول لي يا حاوي، تفتكر بسمة هتسمع الكلام وتنفذ وعدها ليك يعني؟ شرفتنا يا فندم. اهلا بيك. شكرا. اتفضل. دول عامل بيه اللي هجموا على شركتك وفتحوا خزنتك وسرقوا الشيكات لصالح شكري، وبعد كده هجموا على البيت وهددوك انت ونورهان وسرقوا الورق والتوكيلات برضه لصالح شكري والاسمها جان. انا من رايي يا باشا بلاش الكلام ده دلوقتي. انت تعرف الشخص ده؟ مين؟ فين؟ مين ده؟ اللي قاعد ورانا اللي دخل هو والست من شويه. اللي قاعدين هناك دول؟ ما تشاورش عليهم عشان ما حدش ياخد باله. لا انا ما اعرفهمش. اكيد؟ غريبه قوي. مع انهم لما دخلوا نظراتكم لبعض بتقول ان انتوا عارفين بعض كويس قوي. هو مين ده؟ ده واحد له حكايه كبيره قوي معايا. الدرجه دي؟ عارف يا رفيق؟ الصدفة اللي حصلت النهاردة دي ممكن يبقى لها إجابات كتير على حاجة محيرانة. أنا مش فاهم حاجة. هتفهم بعدين. بس ثواني كده وراجع لك. أوكي تفضل. أصل أنا لو فوتت فرصة زي دي أبقى مش بنت الدين. أوكي. Your time. Thank you. Bonsoir. بونسوار يا فتحي. أهلا وسهلا يا مدام. انت دورك لحد هنا وفنيته انتهى. Thank you.
هزعل جدا لو عملت نفسك مش عارفني. ازاي يا فندم؟ هو حضرتك تتنسي؟ وبعدين حضرتك غنية عن التعريف مدام نورهان الدين. لو حضرتك حابة تتفضلي معانا اتفضلي. لا 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 سوري، مش عايزة ابوظ لك سهرتك. وانا كمان مش حابة ابوظ لحضرتك سهرتك. بس انا كان عندي اسئلة كتيرة قوي محدش يقدر يجاوبني عليها غيرك. بخصوص ايه؟ اسئلة كتيرة قوي جوايا واكيد اجابتها مش هلاقيها غير عندك. والله يا فندم أنا خايف ما أقدرش أفيدك. خايف ولا مش عايز؟ والله ده بناء على الأسئلة اللي حضرتك هتقوليها، وبعد كده حدد أنا بقى إذا كنت عايز ولا مش عايز. معك موبايل؟ نعم. ممكن؟ تفضل. كده موبايلك رن عندي، نمرتي معاك ونمرتك معايا، يا ريت اسمع صوتك وقريب بسرعه. شرفني يا فندم. سوري اسفه جدا يا مدام. لا ما فيش ازعاج ولا حاجه. فرصه سعيده يا فندم. باي. تفضلي. مين دي؟ دي واحده ست. مش بهزر معاك. مين قالك ان انا بهزر؟ وحياتك ما بهزر. تحب احلفلك ان دي واحده ست؟ والله العظيم دي واحده ست. براحتك، انا مش من حق اسالك اساسا. فتحي ده حسب كلامك يبقى كنز معلومات. بالظبط. فاكر لما قلت لك أنا محتاجة أعرف مين اللي بيلعب ضدي قلتلي صح؟ Of course I remember. من ساعتها وأنا شغال على الموضوع ده. أو فتحي ده ممكن يسهل لك المهمة. Excellent. أنا هعتبره من الليلة شغلتي. يعني ما كلموش؟ No, not at all. Don't talk to him. No, really, زي فتحي. أنا أعرف أتعامل معاها كويس. بعدين ننسى الشغل خلاص، خلينا مع بعض. تشيرز. 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 أنا البرنس. أنا البرنس. انبسط عندنا. أسهر عندنا. أضحك عندنا. الحزن بره. بره مش عندنا. مع المضرب حمزة الصغير. الكهرباء كانت قطع، أول ما جيت نورت. ده نورك يا برنس. الله، اوعى تقول إن مرفت خلصت نمرتها وروحت. هزعل قوي، احتمال أتضايق. لا يا باشا، تتضايق إيه؟ في ناس كتير حلوة بتحبك. بلاش الليلة مرفت، نقضيها من غيرها. ليه بس كده يا برنس؟ ده زهر عندها مغص لك ومن عز الوسط. لك أوي. وماله يا سيدي؟ سلامة وسطها يا اخويا. أنا بقى حبستك النهاردة آخر البساط. سيبك منها. بعدين الدنيا عايزة تغيير يا باشا. مرة مانجا، مرة كمثرى،
مره جميز مش عايز تفاح يعني. ولا يهمك يا برنس، طز في اي حاجه، المهم ان انا شفتك يا راجل النهارده. البركه فيك بقى يا برنس. يا خساره. بطلت هز وسط من زمان. حبيبي حبيبي. يلا. فلوسك بحبها، هي الوحيده اللي بتفرحني. خد يا سكر. حلو يا نعم. انا فين يا اختي؟ هرحب بشريف باشا. هو انت يا اخويا مش في الراحه والجاي بتوصيني عليه؟ اديني هو بسمع الكلام. ماشي، حلو الكلام. انا بقى عايزك تنسين بنت السنيوره اللي اسمها مرمتي خالص. عيب عليك يا برنس، ده انا سكر المسكر اعتبره نسي اسمه خلاص. لا انا مش عايز انسى اسمه، انا عايز انسى المحفظه بتاعته. بقول لك ايه يا حلوه، قولي للسنيوره البرنس ما بيحبش الدلع في الشغل، واللي بيدلع عليا بتدلع عليه بطريقتي. مفهوم يا سكسك؟ هيوصل. بتعطلني. سيو يا بيبي. سيو سيو، سيبوه بس راقبوه. جود مورنينج يا باشا. يا ابو غيش مورنينج. وماله؟ وحشتيني يا بنت سكر. بجد؟ بقول لك ايه صحيح؟ قولي لي ايه الحكايه اللي حصلت ما بينك وما بين ميرفت؟ البنت دي اتجننت ولا ايه؟ ازاي تنطرك بره كده؟ ازاي؟ ها؟ متسربع قوي عشان تعرف اخبار البرنسيسه. طب خد نفسك الاول، ولا اطلب لي حاجه بلي بيها ريقي لحسن ريقي ناشف. يا عبيطه افهمي، ليه ما تقوليش ان انا متسربع عشان اعرف اخبارك انت؟ عشان اطمن عليك انت يا حمار. حوش 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 الحنيه اللي متعصب المهلبيه اللي بتنقط من بقك يا باشا. مش متعوده على كده منك. خير ادم فيها مهلبيه بقى، يبقى كاسين ويسكي يا ابني عشان الكلام يحلو ويطرى. وهو يوم يحلو من غير رؤيه؟ ده على راي السيد، ان مر يوم من غير رؤيه ما يتحسبش من عمر. نفر. نفر حبيب قلبي. بصي بقى سكرتي، انت واحده واحده كده اللي ريقك وقريني على الدور كله اللي ما بينك وما بين ميرفي، واحده واحده. يلا السنين كلها. ايه الحلاوه والطعامه والنغاشه دي كلها؟ وحشتيني. بطل شغل الالاباندا يا غنيه. اموت انا في الشغل العالي اللي على ابوه. على الله يتمر بس. وليه يا حلوه نبتديها نقرازه؟ دي مش نقرازه يا عناية، انا حبيت بس افكرك. لا تفكريني ولا تنقرزيني، انت بس ناوليني. على الله بس تكون متقل جيبك، مش هفضل اعلفك واسنجفك على الفاضي. اعلفك مقبوله منك يا مراي. طمني، انا اجيب عمران وهبغددك. ما قلنا بلاش بغددك دي عشان بتشائم منها. بلاش بغددك، هظبطك لما نشوف. في اخبار جديده عن فتحي؟ الله، اشرب بس الاول واستهدى كده، وانا لغيك على كل الاخبار لما ترمي بياضك. ومال احنا بتوع الليل واخره. في صحتك يا امرايا. في صحه قلب الامرايا. يعني اللي اسمه غنيم ده زار اللي اسمها ميربت في البيت. وانا ايش عرفني يا اخوي؟ امال هي يا اختي ليه كاتبه اسمه على المرايه ومسحها؟ ولا رضيت تقول لي، واول ما نطقت اسمه ركبها مليون عفريت وقامت كرشاني من البيت. قال ايه؟ امها جايه تقعد عندها حجج. فكك من الكلام ده، الكلام ده مش داخل دماغي بصر. انا حاسس الموضوع ده من الاخر في ايدنا.
بيني وبينك انا كمان يا اخويا قلبي مش مطمن، وحاسه ان البت مرفت ناوي اللي اسمه غنيم ده على عمل. ما اكيد اصلها ليها تربيت معايا. ما انت راسي يا اخويا هو على الدور من اوله، امال عامل لي فيها عبيط ليه؟ انا راسي على الدور من اوله اختي، من ساعه ما كنت شغال في المباحث، وعارف كويس قوي ان لما غنيم حاول يقتلها هي هربت منه وفلتت منه بأجوب وكتب لها عمر جديد. لكن بقى الدور الجديد البركه فيك انت بقى سكر. اقطع دراع من لغلوغ لما كنت رجعت لشغل المباحث تاني واخدني سكه عشان تعرف اخبارها، واديك وقعت بلسانك قدامي اهو. بقولك يا بنت ما تنكشنيش احسن منها. طب ما بقولك ايه، جيب انت من الاخر ورسيني على الدور. انا زي ما قلت لك انا عالمه والعالمه عالمه بكل حاجه، رسيني يا اخويا على الحوار وانا شبيك لبيك ملك ايديك. اذا كان شبيك لبيك بقى وملك ايديك يبقى لنا بيت نتكلم فيه، نتصافى وندفع ونمدي العقود ونبصم كمان لعقود. حلوه نبصم دي يا شيخه، ده لو كده ما بقاش بالشكل ده. طب يلا بقى. يلا يا اختي. عارف حاسس اني زي ما اكون تشاري را 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 كانت سهرة لطيفة أوي. تصور أنا كنت محتاجاها جدا، كنت حاسة نفسيتي كانت زيغو. طيب يلا تصبحي على خير. إيه ده؟ أول مرة توصلني وما تصممش إنك تدخل معايا جوه. يعني أنا قلت لنفسي بلاش أطلب منك كده لأني حاسمع نفس الرد، خليك صابر. واللي يصبر ينول. أيوة ما عشان كده أنا صابر. تصبحي على خير. رفيق. أيوة. يعني ما طلبتش مني نمرة فتحي. سوري نسيت. مش عادتك يعني إنك تنسى. إلا إذا كنت مش مهتم أو ناوي تجيبه بطريقتك الخاصة. لا لا طبعاً أنا مهتم. فتحي من الليلة هيبقى شغلتي. هنشوف. مش هتديني نمرة فتحي؟ هبعتها لك اس ام اس. سوري؟ اس ام اس. اس ام اس؟ You will send it to me SMS؟ Yeah. Okay, no problem. Ciao. Ciao. SMS. SMS. I will miss you. Me bye too. Bye. Bye. رفيق. أيوة. غريبة أوي. هو ظهور فتحي عمل في رفيق كده ليه؟ معقول ممكن يكونوا بيعرفوا بعض؟ ولا أنا بقيت شكاكة زيادة عن اللزوم؟ وبقيت أي حاجة تخوفني وخلاص. انت شربت كتير قوي يا فتحي، انا عمري ما شفتك بتشرب اساسا. انا قلت لك اللي انت قاعده قدامه ده مش فتحي زدان بتاع زمان. فتحي زدان بتاع ده زمان ده خلاص خلص فينيته بح طار. يمكن عشان كان نفسي تفضل فتحي بتاع ايام زمان اللي انا حبيته. ايه ده احنا في مكان عام يا فتحي؟ انت
انت عارفه عشان انا اقعد مع بنت الاكابر في مكان عام وأليق عليها كان لازم اعمل ايه؟ كان لازم اتغير، كان لازم اموت فتح زدان بتاع زمان ده خالص عشان اليق على بنت الاكابر وبأمل وهدومي. وبعدين سيبك من اسطوانه المشروخه بتاع حبيتك وعشقتك الكلام ده، الكلام ده خلاص ما بياكلش عيشي، وبعدين ما بقاش ياكل معايا خالص. عارفة بنت الأكابر بصت لفتح زدان زمان ليه؟ عشان فتح زدان كان بالنسبة لها تقليعة جديدة، حاجة ما شافتهاش قبل كده. هو بقى بزيته، شحمه، قرف، خبته، كل حاجة. عشان كده قالت إنها تشوفه وتجربه. عارفة عاملة زي إيه كده؟ عاملة زي البنت الطفلة الصغيرة كده خدوها محل لعب عشان خاطر تختار لعبة، بصت على كل اللعب الموجودة ما خدتش ولا لعبة. عارفة ليه؟ عشان كل اللعب اللي في المحل دي عندها في البيت وزهقت منها. بصت بقى كده بطرف عينها بره المحل، لقيت راجل غلبان مع يويو بيبيعوا في الإشارة. شبطت فيه وجابوه لها وجابت اليويو ورقصته ولعبته، وفي الآخر زهقت منه ورميته زي بقية اللعب. انت فاهم غلط، مش ده اللي حصل خالص. ايوه انت لسه مفكراني ان احنا في مكان عام، ما ينفعش بنت الاكابر تلفت النظر لنا كده. انت وافقت تشوفني عشان تعذبني وتذلني ولا ايه؟ ده يجي ايه جنب اللي انا شفته منك لما غدرت بيا؟ يعني ايه؟ انت دلوقتي بتنتقم ولا ايه؟ انتقم. انتقام صغير نونو. اي نعم ما يليقش بكل اللي انت عملتيه فيا زمان، بس ده عشان مامتك ده عيالك، مامي بنت الاكابر الكبيره. عارفه ليه؟ عشان انت حالتك متكحوله وزي الزفت ومش لاقيه قرف. عارفة لو كنت زي الأول كده بجبروتك أنا كنت، كان بقى انتقامي له شكل تاني خالص. لا تاني ولا تالت يا فتحي. أنا طلبت قبلك عشان أقولك على حاجة هتغير حساباتك خالص، بس بعد اللي شفته الليلة ما تستاهلش إنك تعرف أصلا. أنا مش عايز أعرف. دي فاكرة ايه؟ كفاية اللي عرفته انا. يعني انت عايزني اجيب لك اخبار مرفت واللي معاها صح؟ وكل سكاكة واللي اسمه فتحي وغنيم اللي طلع لنا في المقدر، وكمان الناس اللي هددتك بيهم وقالت لك انهم الله بيرحمهم.
والله انا بنت مش سهله برضك وافهمها وهي طايره. لما قلت انك رجعت للحكومه كان عندي حق. وده يفرق معاكي في ايه بقى سكر؟ يصعبها معايا. مش فاهم. اصلك لما كنت ابن ناس وزهير وشريف زيي عجبتني، قلت يمكن عجبك. لكن دلوقتي انت ابن ناس وحكومه، يعني ما فيهاش يمكن. انا يا دوبك بالنسبه لك سلمه تعرف منها اخبار مرمر ولا معايا. يعني مش هتبلي ريقي بأي خبر عن غندور؟ مش لما ترمي بيضك الأول ولا هنحمرق من أولها؟ حمرق بإيه؟ أنا كلمتي لا يمكن أرجع فيها أبداً. خوي عدي دول لحد ما أخش حمام أفك زنة وما نرجع نتفاهم. ما احناش لاقين جوكر ولا